لعبها لحسين عبد اللطيف، حسين بدماغه ويجيب الجول، يجيب الجول الاول. ايمن منصور يجيب الجول الاول لنادي الزمالك، ايمن منصور يجيب الجول الاول لنادي الزمالك بضربه راس حلوه جميله. هنشوف الاعاده اهو، حسين عبد اللطيف يلعب الكوره بالعرض، عصام مرعي ماشي، عصام ايمن منصور، ايمن منصور مش اوفسايد، ويجيب ايمن منصور الجول الثاني، ايمن منصور يجيب الجول الثاني في الدقيقة 21.